القيامة يا أهل الوقفة وأهل الزعامة، مرحبا فيها من النور نور. واثني الترحيب والرأس طايل بالرجال الوفا والجمايل والمحاسن ما تبور. مرحبا من اليوم القيامة يا رجال أرحبا مرحبا اللهم مرحبا والله يا ابو مدعي طيب بشني صحتك يا مرحبا يا مرحبا والله مسهلا مرحبا كل طيب يوم جانا هلا به والمجالس فاتحه مرحبا بكل زور ممتلئ فيه شور. مرحبا من اليوم القيامه يا هلا الوقفات ولا زعامه مرحبا الله يحييك تحيي الله يبارك ولا يهينكم يا مرحبا بالجو الله يبارك والله تنورت المكان يا رب الله يبارك استغفر الجنب يا مرحبا يا ابو مدعي ترحب بالحياه نقول المكان نور وجيتك شرف لنا يا ابو مدعي الله يشرف مقدارك انا اقول الليله احنا محظوظين صراحه وبيض الله وجهك ابو مدعي على تلبيه الدعوه بما انك على ما قال منقطع انا ما اقول على التواصل الاجتماعي ولكن منقطع الشاشات الفضائيه وعن تواجدك على القنوات ولكن كلمناك وقلت يا ابو مانع ما لي صدى عن دعوتك وهذا من طيب راسك حركت من الخرج اليوم وجيت وتعنيت وبيض الله وجهك وبيض الله وجه شايبك وفانك اللي على ما قالوا حتى هم اللي ضغطوا بعد عليك شوي لانك انت ما ادري ايش فيك كنت فيك شيء من الشاشات ما ادري ايش جايك الايام هذه ولكن تغلى يمكن يتغلى ها يتغلى علينا ترى يا مرحبا يا فيصل الله يبقيكم اول حاجه الله يبقيكم ويطول عمركم يرحم شيبانكم والساعه المبروكه الله يبارك فيك ولبينا الدعوه من غلاكم ومن غلاك انت يا ابو مانع يا رب يطول وغلا السامع والله له بغلا ولا هو ما ادري وش اقول مو بتغلي ولا هو بتغلي لا والله ما هو بغلا غير جاتنا صده خذينا حقنا وافي ان شاء الله ونبغى نعطي لخلق الله مجال السلام انت ابو مانع الله يطول عمرك الدعون كليتونا في برامجنا وكليتونا عقب البرامج بعد خليته خلق الله الرجال في نرجسيه عاليه جدا في نرجسيه وانا احب الرجال اللي فيه نرجسيه لا ان شاء الله ابن نرجسيه نرجسيه تعلي ها نجس صار متعلي لا تفهمها كذا نرجسيه انا عارف شوف وش تبيني نرجسي نرجسي اصير نرجسي لبك ابدا لبك ابدا كبدي مرحبا وطول عمركم والله لبينا هم غلاكم والله العظيم نسعدكم والساعه المبروكه وكيان وقناه الواقع هي اللي طلعتنا هي راعية الفضاء يا سلام ما ينكر المعروف الا جاحد يا سلام احنا ان شاء الله نجحد ولا ننكر المعروف لو بالنسبه للي لبونا اول ودعونا كان في ظروفها وكان في وقتها منشغلين ونشوف وش اللي لنا واللي علينا ولا أن عذر في الوصول أما كيان وقناة الواقع ما أن عذر من لا دعاتنا جيناها غير الأحكام والظروف تحكم الرجال في بعض الأوقات ولا جاءت الدعوة والندى من مثلك وشرواك ابو مانع عن تعود نحاول نفضي عمر جعل ربي طول والله العظيم نحاول نفضي ولا غيرك يبعدين احنا يمكن احنا فاضيين غير نقول مشغولين ولا انت مرحبا والله مسهلا مرحبا والله مسهلا طبعا انت يا فيصل احد ابناء الواقع ولها فضل حتى هي بعد لكن تراني احد جمهورك انت ووالدك واخوانك والله العظيم اني اقول جعل حياتك طويله واني احبكم كلكم والله العظيم سنين عون انت واليوم يا معلمني ابو مانع والله العظيم مو قبل ثلاث ايام والله اني فرحت يا ربي واني اكلمك وانا معك وانا معه والله العظيم والله العظيم والله ثم والله اني فرحت يا عمرك سنين والله العظيم ما تغلي الا اللي يغلي ونسمع بكم كما وجهناك الا المره اللي ولا قبلها مره وانت كلامك ذا وسامن على صدري وتاج على راسي والله العظيم اني سو مرحبا ومسهلا وانت قابلنا في الاعلام جاني ما عدم ونسمع بك وسيرتك طيبه يعني ما عدم راس ولا حبونا الطيبين ولا حبونا الطيبين من حظنا الطيب
تعرب طول عمرك فيصل. لا عليك زوين عبد الحسن. احنا بنرجع لك وبنتكلم معك وبنعرف تفاصيل حياتك اللي راحت وليش الانقطاعه وليش سبب رفض تواجدك. انت كل شيء تكلمت انت عنها تقول سبب الاشغال، ولكن احنا بنتعمق معك في الموضوع هذا انا وعون ان شاء الله. انت تبي انت تبي شيء نديره ولا انت معينه ان شاء الله؟ ان شاء الله ان شاء الله عندك العلم. نحاول نحاول اي والله. ولكن قبل ما نتكلم عن هذا الشيء او قبل ما نروح لضيوفنا ان شاء الله مستعدين للدخول، فيصل ابي كلمه لجمهورك الان. فيصل وش عليك جمهورك وفريق دعمك صراحه من الاخير؟ اول حاجه هم انا سبق وقلتها في برامج في مواقع التواصل الاجتماعي، جمهور الفيصل بشكل عام من محب ومن مبغض وقروب الدعم. يا سلام. بس نحن كلمتي ذا الحين للمحبين. يا سلام. ان شاء الله هو الكارهين ان شاء الله انهم شوي وبيندثرون مع الوقت. اما الجمهور الفيصل وفريق دعمه قد قلتها انكم الوقود الحقيقي لفيصل العرجاني. يا سلام. وقفوا معي سواء انا في التواصل الاجتماعي ولا على شاشه قناه الواقع، وفي ايام انقطعت من التواصل الاجتماعي وابشرك فضل الله اني ترندن هنا وترندن هنا كلها بفضلهم. يا سلام. وهم اللي يحفزون وهم اللي يدعمون حتى لو ان نحن نجبر عمرنا على بعض الشيء تلبيه لهم. يا سلام. انت الان ترند ترى يا فيصل العرجاني الان ترند استهل. على مستوى المملكه قبل ساعه بحوالي 5000 تغريده والترند الاول اللي هو فيصل العرجاني حلقه سمره. مرحبا مليون والله يا ابو مدعي ترحب بالحياه. طيب ضيوفنا جاهزين؟ يلا على ما جهزون الضيوف المعنى. فيصل عون عندك يا عون. يلا ابدا عندك انت لا لا ابدأ خويك وتعرفه. ما ودك ان الضيوف يجون ليه؟ هو يتهرب بالاسئله من الحين. يبي يتهرب لكن ما اما الحين اقول فضل من الله ان فيه اثنين غابوا مقدمين. يا سلام. وجاوا معي اربعه صارت الكفه لنا عليكم. ما تدري ولا قبلها كان الحالي واقول يلا يلا والحين لا قد كفت معنا ابو مدعت. ما تدري يمكن اتفقنا عليه اتفقنا معهم عليك عاد هم والله توهم طالعين من القناه مالهم الا شهر. يا مرحبا يا ابو مدعت رحب الحياه. طيب على ما يجزون ضيوفنا فيصل نجم ونجم ساطع صراحه في الساحه الاعلاميه او في البرامج.